السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم وصفة سهلة للحشا. إليكم المقادير. عندي هنا بطاطا دوائر، نص زدر تاع الجاج، جوج حبات بيض، فلفل أحمر والبابريكا والكريمة الطاجيزة. نبدأ على بركة الله. ندير البصل، درته في البلا، ندير له شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود، شويه ملح، نملح، وهنايا ندير البطاطا، البطاطا تاعي ندير فيها زوج معارف زيت، شوية فلفل أسود، شوية ملح، منكتروش منه، نخلط مليح، سيدخل هذا الزيت، نحطها في البلا، راني خلطتها دراك نحطها في البلا، يدخل الصحن يدخل الفرن. نحط هاد البطاطا نسدفها، هنا عندي الجاج ندير فيه فلفل احمر، شويه ملح، فلفل اسود، نخلط كاع المكونات، نسدفهم في البلا، نسدفهم كاع هنا، راني شمخت الورقة الطبخ، شمختها بالماء، ونزيد له بابي ألومنيو وندخله في الفرن. راني ديجا سخنت الفرن، دروك نديرو في الفرن من بعد نولي. طابت البطاطا، طابت، دروك نديرو جوج حبات بيض، الكريمة الطاجيزة. هنا عندي توابل الدجاج، نديرهم شويه، توابل الدجاج، شويه ملح، فلفل اسود، المبشور، نعاودو نرجعو للفرن. نديرو هنايا طماطم، ونديرو هنايا شويه زيت زيتون، شويه فوق الطماطيس نديرو زيت زيتون،
نعاودو نرجعوها للفرن. على الطبق تاعي راه جد جا خفيف وظريف بالصحة والهنا، وهذه لاسوب تاع الحساء ان شاء الله خطره اخرى نديرها لكم، والى الملتقى ان شاء الله في وصفه اخرى.